إعادة قولبة الإطارات المطاطية على الساخن تقنية صناعية حديثة في الجزائر، تعتمد على استرجاع إطارات شاحنة الوزن الثقيل وإعادتها للخدمة من جديد. هذه العجلة رايحة تدخل دون زين بروسيس اندستريال اشو اللي تحكم 160 دوغري، دونك درجة الحرارة جد مرتفعة، دونك لازم لنا لي بياس اللي لازم يقعدوا لي ريزيستيو لهذ السخانة. اون فوا كو لا ريباراسيون فات نديرو لا غوم، دونك نابليكيو لا غوم تاعنا جديدة على الإطار، وهذا لا غوم نوزنوها قبل ما نديروها، نوزنوا الاطار، نعاود نوزنوه ابري لابليكاسيون دو لاغوم، وندخلوه في لاكويسون، دونك وين في الفور، وين يقعد سا دور 65 الى 70 مينوت. بمعدل 2500 وحدة شهريا و30 ألف إطار سنويا، المصنع يعتمد على يد عاملة مؤهلة في مجال تصليح العجلات. شركة أسد في 2019 الاستثمار تم إنجازه ابتداء من 2020 اللي يعني توافق مع جائحة الكورونا الكوفيد، ولكن ما منعناش هذا أن نجسدوا الاستثمار نتاعنا في الميدان. المؤسسة نتاعنا مؤسسة ناشئة مختصة في صناعة الإطارات المطاطية، إعادة القولبة على ساخن للإطارات المطاطية الخاصة بالشاحنات الثقيلة. الاقتصاد التدويري في الجزائر قطاع واعد واستثمار يشكل قيمة مضافة للبيئة وللاقتصاد الوطني من خلال تلبية احتياجات السوق المحلية والتوجه نحو التصدير.